الأقصر للسينما الأفريقية مهرجان مهم جدا بيثبت نجاحه سنة عن سنة رغم الإمكانيات الضعيفة. مهرجان مهم جدا لتأكيد على فكرة إن مصر دولة إفريقية زي ما احنا بنأكد طول الوقت على إننا فرعنا أو إننا عرب. أفريقيا ده شيء مهم جدا وعلاقتنا بإخواتنا الأفارقة شيء مهم جدا، والمهرجان ده كان من الأشياء المهمة جدا إلا بنت جسر جديد بدل الجسر اللي كان تآكل في العلاقات المصرية الأفريقية على مدار السنين اللي فاتت. فطبعا المهرجان ده له أهمية سياسية وله أهمية سياحية وله أهمية ثقافية وتاريخية. طبعا أنا بشرى كلمنا عن أعمالك الجاية أو الأعمال اللي داخلها الفترة الجاية. الحقيقة مستنية يعني نزول فيلم ليل داخلي إخراج المخرج حسام الجهري، وفيلم تاني بعنوان مش رايحين في داهية إخراج المخرج أحمد صالح، ومسلسل أخيرا دخول في الممنوع الأسبوع الجاي هيكون موجود على شاشات التلفزيون إخراج محمد النجار. ولو انتهينا من مسلسل منصوره حاليا إن شاء الله يعرض في شهر رمضان القادم مسلسل الطوفان إخراج المخرج خيري بشارة. توقعاتك إيه بقى المصري للفوز بتاعها إن شاء الله الفترة الجاية من الحد؟ والله توقعاتي إن إحنا نلعب كويس ونجتهد إلى أقصى درجة قصاد فريق إحنا مش متعودين عليه. إحنا كنا متخيلين إن إحنا هنلعب غانا، إحنا عارفين يعني تفاصيل غانا وتشكيلهم وطريقة لعبهم، لكن إحنا مش عارفين طبعا الكاميرون هتبقى عاملة إزاي. فطبعا ربنا يسهل ونقدر نعمل أقصى ما عندنا، وهو ده المهم جدا، وإن حالة اللعيبة الجسدية والمعنوية تكون عالية جدا عشان حتى لو لا قدر الله ما حصلش فوز يبقى على الأقل زي ما حققنا نجاح على مستوى المساواة بيننا وبين فريق زي بوركينا فاسو نقدر نحقق حاجة بهذا الشكل، لأن في النهاية مش بالمكسب بس بالجودة في اللعب وبالاجتهاد هو ده المهم. أقوى موقع فني في مصر.